الحقيقه ده كان كلام الاستاذ شريف فؤاد، الكلام الرسمي من مجلس اداره المتحدث باسم مجلس اداره النادي الاهلي عن تاجيل او عن تاجيل مباراه النادي الاهلي وبيراميدز في الدوري العام المصري، ولعب او اتحاد كره القدم بيقرر ان مباراه الاهلي وبيراميدز في الكاس ستقام يوم الخميس 28/2 في ملعب استاد الجيش ببرج العرب في تمام الساعه 7 مساء. ولكن الحقيقه وانا هتكلم بمنتهى الهدوء في هذا الموضوع، انا احمل اتحاد كره القدم ما سيحدث خلال الفتره اللي جايه، سواء النادي الاهلي لعب المباراه او ما لعبش المباراه، دي حاجه تخص مجلس الاداره وبيبقى ليها اعتبارات اخرى وبليها تفكير اخر. ولكن هو حضرتك ليه بتمشي راي بعض الانديه وجاي على النادي الاهلي وتقول لا؟ نفسي افهمها النقطه دي تحديدا، اذا كان هناك توصيات معينه من ناس معينه ومن شيء معين حصلت حضرتك جاي على هذه التوصيات. طب كنت اجلت الماتش يوم كمان مثلا، يعني لو ما كنتش عايز مثلا يلعبوا او ما يبقاش تبقى الامور مفضوحه قوي كده من وجهه نظري. طبعا انا هنا بتكلم بوجهه نظري، الا اذا كان هناك معلومات فبقول لحضراتكم ان هو قرار رسمي او معلومه، ولكن انا بتكلم بوجهه نظري. كنت خليتها مثلا يوم 27، ولا كنت خليته يوم 1، ولا كنت خليته يوم اي يوم تاني غير يوم 28؟ ولكن التعنت الغريب الحقيقه من مجلس اداره اتحاد كره القدم، و ضد مين ولصالح مين انا مش عارف الحقيقه، يعني ضد النادي الاهلي مثلا ولصالح انديه اخرى، ولا انت طبعا هتقول المصلحه بتقول كده، لا المصلحه بتقول ان انت طالما هناك انديه بتتكلم على مصلحتها الشخصيه وحضرتك اجلت مباراه يبقى ممكن تاجل الثانيه، ايه المشكله يعني؟ ايه المشكله لما تاجل مباراه اين مبدا تكافؤ الفرص في هذا الموضوع؟ انا الحقيقه لست مع اي قرار معين ياخده النادي الاهلي، انا نفسي العب الماتش ده بصراحه، يعني انا كاسلام وكاسلام الشاطر يعني المذيع في قناه النادي الاهلي نفسي العب مباراه يوم 28. ولكن انا بتكلم في شيء تاني خالص، هو التعنت الغريب وتصعيد الموضوع واثاره الموضوع. لماذا هذا التعنت في ظل قرارات او توصيات ظهرت زي ما الاستاذ شريف فؤاد قال قبل يوم الاربعاء اللي فات، وطلع الاستاذ سيف زاهر احد اعضاء مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم وقال ان هو في برنامجه بالمناسبه قال ان في ال 10 ايام الاخيره في شهر فبراير ستشهد مباراه الاهلي وبيراميدز. لماذا هذا التعنت ولماذا هذا الاصرار على معانده النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي؟ بالمناسبه انا موقفي انا كاسلام، انا نفسي العب ماتش يوم 28 بصراحه، نفسي العب الماتش سواء كده او كده، لكن نفسي العب المباراه يوم 28 بشكل شخصي يعني. ف هو الاهم كمان اسلام هو التغيير ليه اساسا؟ انت نزلت جدول للانديه كلها وماشي عليه، ايه السبب اساسا للتغيير؟ تغيير الدوري ماتشات الدوري بالظبط وتبديلها تاني، انت منزلت جدول الناس كلها التزمت بيه واقول لهم النادي الاهلي، فانت ليه ما تكملش كده؟ ليه بتغير؟ ليه عايز تغير؟ وبالنسبه طبعا لقرارات النادي الاهلي، النادي الاهلي ده نادي مؤسسي كبير يعني قد تكون هناك امور اخرى غير كره القدم طبعا بتدخل في حسابات النادي الاهلي، انما النادي الاهلي نادي مؤسسي وقائم على رئيس مجلس اداره واعضاء جمعيه عموميه عريضه جدا، ما تعودناش ان النادي الاهلي بياخد قرار ويرجع فيه الا في المواقف اللي هي بتوصل بقى المصلحه العامه مصلحه البلد. فانا اعتقد ان النادي الاهلي مش هيغير قراراته، ولازم اللي خلق المشكله هو بقى اللي يحلها. ما بالظبط كده، انا مش فاهم انا ايه الحاجه غريبه جدا، مش هو انا اللي حطيت الجدول ده كنادي اهلي؟ هو انا اللي جيت وقلت انا هلاعب كذا يوم كذا وكذا؟ انا ما اخترعتش ايام، انا هم انتوا اللي اخترعتوا الايام يعني دي. ده حضر عفريت وجه يحله بعفريت تاني. مع انك تصدق انا كشخص يعني انا فارق معايا ان انا لاعب فلان او علان، انت اللي جبت لي، هي مش مساله كده، انت اللي جبت لي المواعيد، هي مساله مبدا يعني انت بتغير مبدا، وانا ما قعدتش معاك حتى في اجتماعك ده، وعملت لي ظروف جوه الاجتماع تخليني ما اقعدش معاك حتى واتناقش معاك او يبقى في الشكل القعده الودي اللي هيقولها للناس كلها. فين القعده الودي اللي انت هيأتها لي عشان اقعد اتكلم معاك حتى على ترابيزه؟ فين الاسلوب لما بتيجي تبعت لي جواب ولا بتعمل حاجه ابص الاقي وبعدين انت واحد بيبعت لرئيس النادي مش بيبعت للنادي كويس؟ طب ما رئيس نادي يبعت، رئيس اتحاد يبعت لرئيس نادي، رئيس النادي عندي يبعت لوزير الشباب والرياضه، يعني فاهم ازاي؟ وزير الشباب والرياضه يخاطبني ويخاطب شريف. احنا نادي يعني زي بقول لك، فين الحاله اللي هي حشيش تخليك حتى لما تيجي تقعد معايا اوصل لكلمتك انت؟ تمام. المصلحه العليا انت عارف في عدم وجود اي مشاكل يا اخي ساعدني عشان اللي خلق المشاكل يعني. للاسف الانديه اللي هي
مش أندية مؤسسية، ده نوادي خاصة بتعتمد على الوان مان شو، هي اللي خلقت المشاكل دي. حتى الأندية اللي لها مجالس إدارات ومجنبة مجالس إداراتها وبرضه وبتقرر قرارات فردية يا إسلام، بقول لك إيه، أنا يعني مع احترامي للأندية، وإحنا عارفين اللي هو النادي بعينه، وتحياتي ليكوا وكل حاجة ووجودكوا، وإن شاء الله تلعبوا في أفريقيا السنة الجاية، وأنا أنا مبسوط من الحالة بتاعتهم اللي هم موجودين. طيب. بس أنت ما تتدخليش في قراراتي بقى، يعني أنت ما تبقاش طرف في إبداء رأي وإبداء قرارات، وتقول لا ألعب وما ألعبش وأعمل وما ألعبش، ما تخليش حتى الرأي العام يقوم على الناس اللي موجودة هنا، وأنت بتاخد قرارك كده تحدي، وأنت بتاخد قرارك مع شخص، ده مش شخصني، مين اللي بيدير الحكاية؟ مين اللي بيدير المسابقة؟ اللي بيدير المسابقة ده هو اللي قرر، وانت قررت وحطيت جداول وحطيت مواعيد، ايه سبب الاختلافات اللي على حسب بقى الاهواء في حاجات تانية ندخل في احنا اللي خلقنا الصراعات دي، وللاسف خلقنا الصراعات دي. وبعدين يا كابتن حشيش يا كابتن شريف دكتور احمد، الحاجة الغريبة بقى ان هم زعلانين من بعض القرارات، وكلام محترم وراجل متحدث رسمي بيطلع يتكلم بمنتهى الاحترام ومنتهى الادب ومن غير تجريح، وبيقول لك الناس اصدقائنا واتكلمنا من غير شتيمه ولا في الام ولا في الاب ولا في الاعراض ولا في الكلام ده كله، ولم يتحرك احد ساكنا من اتحاد كره القدم على الرغم ان هو بيسمعوا شتيمتهم بودانهم. فحاجه غريبه جدا، قضيه ثانيه بقى كمان، دي حاجه غريبه جدا. وكل اللي جاني اتشتم، وبعدين اقول لك حاجه، وانا مع اسلام مش هكمل كلامي يا كابتن، انا حتى في هنا في البرنامج يوم لما حصل تهجم على الاستاذ عامر حسين، استاذ عامر حسين رئيس لجنه المسابقات، انا اتكلمت في هذا الموضوع، قلت يعني يجب ان يكون هناك وقفه شديده، طلع بيان هزيل الحقيقه ومن اتحاد كره القدم في ذلك الوقت، فحاجه غريبه جدا. يعني انا دفعت عنه اكتر من اتحاد كره القدم على الرغم يعني الحاج عامر حسين اخويا طبعا وكل حاجه، ولكن انا بتكلم وممكن نطلع بعد البرنامج اطلع اتكلم مع السيف عادي او مع الاستاذ احمد عادي، لكن انا بتكلم في امور من وجهة نظرنا ووجهة نظرهم، والأمور تمشي بهذا الشكل، ولكن الغريب جدا أن أنت مموت نفسك يعني على حاجة وقرارات هادئة جدا. ولو تشوف طريقة الأستاذ شريف وأدوى بيتكلم وهو بيلقي بقرارات مجلس إدارة قرارات مجلس إدارة الأهلي، هو ده التعامل المتحضر، هو ده التعامل المتحضر، لكن أنت بتسمع شتمتك، انما الصوت العالي والشتيمة أنا مع إسلام، أنا نفسي ألعب الماتش ده بكرة مش 28. انا عايز الماتش ده بالذات دي جماهيريا لينا احنا، يعني جماهيريا ولينا شخصيا ولينا كلنا، عايزين نلعب الماتش ده كمان، ماتش هنعرف يبقى لنا وجود فيه بشكل كامل. انما اللي انا عايز اقولك على حاجه، كل ما هتيجي تتكلم معاهم يا اسلام وتدافع عن عامر حسين وتدافع عن فلان، هو عايز يقول لك انا لا ادافع عن عامر حاجه، لا مثلا انت رئيس لجنه المسابقات انت شتم انت بتتكلم طبيعي يعني بشكل طبيعي، هو هيقول لك ايه يا اخي ما انت فاهم، يا اخي ما انت عارف احنا في ايه يعني، طب روح رد عليهم، طب كلمه انت، طب احنا هنعمل ايه، طب ما انت فاهمني، لكن انا بص طب بعد كل الكلام اللي ليه بتعمل، بص يا اسلام هيقول لك كلامك مظبوط، يقول لك انت ما انت ما احنا محطوطين في، يا اخي حط نفسك مكاننا يا اخي، ما لا طب ما هو من بتجيبكم على طبق من منفضه حشيش، حشيش بعد اذنك دي جايه لك على طبق منفضه، في كل مره انك تثبت مكانك ووجودك وسيطرتك، لا بعد كل وعندك بطوله افريقيا اللي جايه لك، يعني كابتن شريف كابتن حشيش يا دكتور احمد، بعد كل الكلام اللي حضراتكم بتقولوا الكل يدفع النادي الاهلي في اتجاه ان هو يعلي صوته ويقلف ويشتم ويعمل الكلام ده، لن يحدث من اداره النادي الاهلي، ولن يحدث من اي حد وحتى لن يحدث من اي حد في قناه النادي الاهلي، ولا ستكون انا مش اخلاقنا مش مبادئنا، هو ده اللي تعب الناس مش اسلوبنا مش هو ده اللي تعب الناس الثانيه بالظبط كده، مهما تعملوا احنا دايما هنتكلم بمنتهى الاحترام وهنتكلم بمنتهى الادب، ولن يكون صوتنا الا صوت الاحترام والادب والمبادئ والاخلاق، ده اللي احنا اتعودنا عليه وده اللي احنا اتعلمناه، ولا احد يجبرنا على شيء، ولكن دايما النادي الاهلي هو اللي بيختار، ودايما بكرر لحضراتكم هذا الموضوع كل شويه، ان دايما النادي الاهلي هو بيختار يرد امتى، فممكن تلاقي النهارده ما حدش يرد، بكره ما حدش يرد، النادي الاهلي هيعرف يرد امتى ويقول ايه، فعشان كده انا بقول لحضراتكم اطمنوا ما تقلقوش.